السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحبايب. اليوم نفسي دردش معاكم كذا، ما في فوائد اليوم، في دردشة. هات إيش تبغى وأنا أرد عليه. ملاذ العبد مولاه إذا ضاقته دنياه. ما أدري إيش بعده. واحد يقول أول شيء كيف حالك؟ والله بخير يا قلبي. طيب اللهم لك الحمد. ها السؤال الثاني، خليك سريع، قول كيف حالك مع الله، كيف حالك معي. واحد يقول يا شيخ تعال درسنا فيزياء تكفى. والله تبشر، والله بإذن الله أنك ما تنجح. طيب واحد يقول لي تكلم عن الفيسات حق السناب، أو يسمونها التحديثات صح؟ فلاتر. طبعا لو تكلمت في الموضوع هذا ممكن البعض يزعل، لكن دين الله واضح، الفلاتر ما تجوز. مو أنا اللي قلت، قبلي كمان علماء تكلم. ليش ما تجوز؟ أول شيء إيش الفلاتر اللي موجودة؟ كلب، بس، حرمة، بنت، ورود، تغيير خلق الله، يجيب لك صورة، يصغر وجهك ويكبر عينك، يعني قالها إبليس في القرآن، قال إبليس ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. انا ما ابغى ادخل في الموضوع هذا، بس اعطيتكم نبذه كذا لانه في ردود وفي رسائل كثير، خلينا اروح اشوف ايش فيه وارجع لكم. السلام عليكم. دعوني اناجي مولا جليلا، اذا الليل ارخى.